في اعتقاد خاطئ عند كثير من الناس انه ازاله طبقه الجير ممكن تسبب تاكل بالطبقه الخارجيه من السن، او ازاله هاي الطبقه ممكن تسبب حركه في الاسنان، وهذا الكلام اكيد مش صحيح. تنظيف الاسنان بشكل دوري عند الطبيب مرتين في السنه امر كثير ضروري لازاله الجير اللي مش ممكن انه نشيله بالفرشاه العاديه في البيت. إذا تكونت طبقة الجير على الأسنان فالمريض رح يعاني من نزيف باللثة، تحسس زائد في الأسنان، وأيضا من رائحة كريهة. عشان هيك إذا حسيتوا بهاي الأعراض كلها فأعرفوا أنه أنتوا لازم تعملوا تنظيف للأسنان عند الطبيب.